بما أني ما أقدر أجاوب على كل الأسئلة بسناب شات وإنستغرام، فقررت أني أختار بعض الأسئلة أجاوبهم هني عشان الكل يستفيد. أول سؤال لقيته يخص غرفة الطعام وهو: فرح، شنو المقاسم المناسب حق طاولة مربعة حق 8 أشخاص؟ تبيها مربعة ولا تبيها مستطيلة؟ دام 8 أشخاص دائما نعرف أن كل شخص محتاج 60 سنتي، فستين زائد 60، لأن إحنا 8 معناته كل ضلع من المربع في شخصين، 60 و60 120، فأقل شيء 120. ولكن انتبه، إذا أنا بحط 120 120 احتمال الصحون تتضارب مع بعض، فأفضل مقاس أن تحطه حق 8 أشخاص بالمحافظة إلى زوايا تكون كافية للشخص اللي على الكورنر هذا والشخص على زاوية هذا، إن ما تكون أقل من 150 ب 150. وحدة قالت لي: فرح، أنا دائما أشوف المسلسلات والأفلام إن غرفة الأكل يكون فيها أكثر من نوع من الكراسي، شنو الأشياء لازم أحطها بالاعتبار إذا أنا بسوي نفس الستايل هذا في غرفة الأكل مالتي؟ وايد حلو إذا حافظنا على بعض الأشياء. أول شيء نحافظ إن ارتفاعات الظهر تكون نوعا ما قريبة من بعض، يعني مو كرسي وايد عالي وكرسي وايد واطي. بلس نحاول كثر ما نقدر يكون نفس الروح، كلهم خشب بألوان مختلفة بقصات مختلفة. لا نحاول نحط أشياء تكون جدا وكبيرة وأشياء تكون مثلا خشب وخفيفة، هني نحس إنه ما في اتزان بالطاولة. فحاولوا تحافظون على ارتفاعها، وحاولوا تحافظون على المواد المستخدمة بالكراسي هذه إنها تكون متشابهة باختلاف الألوان واختلاف الستايل. واحدة تقول: فرح، أنا لفيت السوق كله ما لقيت كراسي عجبتني، وراح أسوي كراسي كاستم ميد، يعني واحد راح يصنع لها إياهم، بس راح تبيهم مع إيد الكرسي، شنو نصايحك؟ أهم نصيحة إن تنتبهون، الطاولة لها ارتفاع والطاولة لها سماكة. السماكة اللي موجودة على الطاولة هاي ننتبه شنو علاقتها مع ارتفاع إيد الكرسي. ليش؟ لأن إحنا ما نبي لما الضيف أو أنت قاعدة على الكرسي بالإيد وفي عندك سماكة للطاولة، الإيد تضرب بعرض أو سماكة الطاولة وتضايقك، ما تقدر تكونين قريبة كفاية للأكل وقت القعدة. فننتبه على هالشيء، ممكن الإيد تكون شوية دانية لورا مو واصلة لزاوية الكرسي، أو تكون واطية وسماكة طاولة الأكل تكون جدا ضعيفة ما تتضارب معها وتأثر عليها.